محمد شريف جاهز نفسيا 100% في رأيك؟ هو لازم يبقى جاهز نفسيا وياخدها تحدي. ايوه يعني اوقات ممكن ما يكونش ليك نصيب في الحاجه وتروح مكان تاني، ربنا يكرمك ويعوضك، فلازم تفكر في ده، لازم ياخدها بالشكل ده. يعني ممكن محمد شريف ما شاركش في كاس الامم الافريقيه غير وقت قليل، ممكن حصل معاه موقف وده بدايه كل اللعيبه انه ينزل ويخرج تاني، لكن ممكن ربنا يعوضه انه في مباراه الدور قبل نهائي كاس العالم للانديه هو اللي يسجل ويكسب الاهلي، فيبقى الموضوع راح في حته تانيه. لازم ياخدها من المنظور ده ومن الناحيه دي، لان الكوره فيها متغيرات كل يوم. الكوره فيها ظروف صعبه كتير، فيها مواقف صعبه كتير. طبعا الموقف بتاع محمد شريف من المواقف الصعبه، لكن في الاخر هو لازم يفهم ان التغييره ما كانش ليها علاقه بالفنيات، كان ليها علاقه بحته ضربات الجزاء. صح. يعني ايا كان بقى نتفق نختلف، دي قصه وعدت، لكن محمد شريف مهاجم من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمه بكره، اتمنى ان هو يسجل، اتمنى يعني اكتر لعيب اتمنى ان هو يسجل بكره هو محمد شريف، لان الفرحه بالنسبه له هتبقى مضاعفه وهترجع له حاجات كتير قوي. بالتاكيد.